الحاجة المعلمة شريفة بخاري. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بك على منبر موقع يافا 48. معلمة شريفة، مربية أجيال، علمتي بمدرسة الفرير لمدة أكثر من 28 أو 30 سنة، واليوم أنت معنا هين عشان نأخذ منك ونسمع عن الفترة اللي كنت تعلمي فيها، عن الجيل اللي كان، عن الجيل، جيل المستقبل، عن دور المعلم في النشأة، وعن عدة مواضيع. أول شيء معلمة شريفة، تعرفينا عن نفسك. أنا اسمي شريفة الحاج يونس البخاري، أنا بنت البخاري، وأنا أمي صفية الشقرة. أنا تعلمت في مدرسة الرهبات وتخرجت من الرهبات. تخرجت من الرهبات، بعد ما تخرجت بالرهبات اتجوزت وعندي 5 أولاد الحمد لله رب العالمين، وأنا كمان أولادي علمتهم بمدرسة الفرير، لأنه كان يهمني كتير بالزمانات إن الأولاد يعرفوا اللغات. احكي لنا حجة عن فترة التعليم اللي كنت تعلمي فيها في مدرسة الفرير، قديش فترة علمتي؟ أنا بديت الشغل بمدرسة الفرير على سبة شهر وأجرب. هلا بهذا الشهر أنا قعدت، ويما عبرت بالهذا كتير عجبت الإدارة والمعلمين، وقالوا لي كتير يعني أنت بتلبقي تبقي مع الأطفال، تعيش مع الأطفال، تبقي معلمة مربية للأطفال. الأطفال اللي كانوا أيامها كانوا جيل 3 سنين ونص. بهذيك الفترة أنا قعدت 10 سنين علمت الأطفال، صارت 3 سنين ونص. إيش علمتهم؟ علمتهم التربية أول إشي، كيف الولد يبقى يفوت الصف ويصبح الأستاذ ويصبح التلاميذ اللي هم اللي قاعدين بالصف. علمت الولد الترتيب والنظافة، إنه كيف يقعد مرتب، كيف يما ياكل يبقى كيف نقول شنطايته نظيفة، الفوطة تبعته نظيفة، كيف يقعد ما يرميش على الأرض الزبالة، في علبة زبالة محطوطة على الطاولة، علب. كان الأولاد من يعني التربية تاعتهم إن الزبالة ما تنحطش على الأرض، تنحط بهاي العلبة. وبعد ما يخلصوا واحد من الأولاد يدور يلم كل العلب، ولا تنين يقيموا العلب، يكبوا الزبالة ويحطوهم على المحل هناك. بهذيك الفترة أنا كتير كنت أعلمهم، كمان لازم كنت أعلم الفرنساوي، وكان لازم أعلم عبراني، وكمان لازم كنت أعلم عربي. هدول الـ3 لغات كنا نعلمهم كيف؟ نعلمهم بطريقة الأناشيد، أناشيد بالفرنساوي، بالعبراني، بالعربي، وكل مناسبة إلها نشيد. نقول لعياد اليهود كان الأناشيد تعاونهم، بعياد المسلمين إحنا الأناشيد تعاوننا، نقول بعياد المسيحية عندهم الأناشيد تعاونهم. وكمان كنا نحتفل دائما بالاولاد بعياد ميلادهم، عياد الميلاد الولد كثير بنفسات يما بيبقى عيد له عيد ميلاد، وبنفسات يما يعني بقعد بين اصحابه وبيحتفلوا فيه، وبنفسات كثير وبحس بقيمته، بحس بقيمته. حجه، اذا بدنا نقارن الجيل اللي القادم اللي انت علمتيه واللي انت ربيتيه بجيل اليوم، احنا كثير اليوم نسمع عن الجيل الطالع، شايف الجيل اللي الجيل اللي كان قبل كان كثير يحترم الأستاذ، وكمان الأهالي كتير احترموا الأستاذ، وكان في كمان إن في كان أولاد كنت ما يجي عندك الولد على الصف تشوفه تحس من أنه بيت تارع هذا الولد، إذا هو بيت محترم، إذا من بيت فاسد، من الولد بتعرف مين هو أهله وكيف هو مربى بالبيت. هذا كل إشي، الدنيا لهي، الكمبيوتر لهي، الآيفون لهي، مشتت، كل إشي بده. يعني إحنا زمان ما كان يتعلم الأولاد تعليم فيش تلفزيون، نقول مثلاً الولد بده يتعلم فيش وقت للتلفزيون، التلفزيون إله معاد، نقول مثلاً يوم سبت يوم حد ساعة نص ساعة، نقول لو رجع الولد من المدرسة وقعد ساعة يتفرج على التلفزيون مش عيب ولا حرام، مش هو يجي من المدرسة دور على دروسه وهذا، بس على الام بتفتش شو ايش تعلمت اليوم. ايش المانع انه الطالب يكون عنده ايفون، يكون عنده كمبيوتر؟ ليش يما مال هي الولد مش همه التعليم، مش همه التعليم. بقول لك كل شيء، احنا كنا زمان نكسر راسنا لما بدنا نحل مساله حساب، نكسر راسنا نتعلم جدول الضرب، نتعلم كل شيء، يعني راسنا مخنا يشتغل طول الوقت. اليوم كل شيء قدام الاولاد هين تك 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 بيطلعوه، يعني كل إشي هين على برضو. كمان مش عاجبهم التعليم وبدهم يتعلموا يمه، يعني يلا الأولاد اللي يوصلوا في
في قليل قليل نسبة قليلة لأولاد بيرزقوا، لأنه عائلة مشغلة. شوف الصبايا يعني بلا مؤاخذة، تعالوا نتفقون ايش عائلة من هايفون بيبقى حملان وحده ماشي بالشارع زي واحد المجنون بتبقى بالشارع. يعني هذا همك انت رايح على المدرسة، ليش الايفون بايدك؟ ليش كل الناس يعرفوا ايش بتحكي؟ هذا اشي عيب وحرام كمان، اسرار الواحد تطلع برا. يعني في الواحد اللي اذا بتنظم حياته وحياه اولادها صدقني في وقت لكل اشي. بس الاميات يابا مش فاضيين لاولادهم. انا بقول لك فاضيين لايش؟ بدها ايفون، بدها سياره، بدها الكانيون، بدها مصاري، هذا همها المراه. بس هذا مش هيك يابا، الولد بده يابا. اذا بدك تكسب ابنك اقعد جنبه، خويه، فسر له، علمه. الولد بتبني عنده شخصيه، ان شخصيه بتقوى الولد. بقول لك انا والله انا يعني شافي زي ما بقول اليهود، انا علي قيمه. يعني انا مش ان واحد مهمل. واللي بتهمله اما مسكين ولا ابوه، ما تلومش الابو، تقول هاي ابوه. اليوم بنات اليوم بقول لك هاي ابوه، مالي انا؟ طب انا وحياه الله علمت الخمسه، انك يا جوزي عمرك ما قعدت مع ولد وعلمته. يعني بحكي انا بفتح الاشي المكشوف يعني اللي كان معينه، بعرف عبراني وبعرف عربي جوزي، بس عمره ما قعد مع ولد. بعدين عمره ما دفع شهريه لولد في المدرسة. أنا كل شغلي الخمس أولاد الشهرية أنا كنت أدفعها، وأنا بتباهى وهو بتباهى فيه، اللي إحنا كنا حياتنا اشتراكية أنا وياه، أنا للمدرسة أنت للبيت. اليوم بشوف بنات اليوم قلت لك شغلي إلي يا أختي لكيسي، هو مجبور فيي. بس تدفعش أنتوا تنين تجوزتوا اخترتوا بعض وحبيتوا بعض، بدكم تعيشوا مع بعض، لازم السراء والضراء تعيشوا مع بعض. يعني شريفة في كتير طلاب من اللي علمتيهم، من اللي علمتيهم بالروضة بالمدرسة، اليوم متخرجين ووصلوا إلى درجات بسم الله ما شاء الله عليهم. إيش في لك رسالة هيك توجهي لهم؟ أنا شوف في أولاد سبحان الله بالأربعين ولد، في أولاد لهم عزة خاصة بقلب المعلمة. شوف المعلمة بتحب الكل، بتحب الكل والله. بشهد علي ربي بالحفلة آخر السنة بل نعمل الحفلة وبيجوا أهاليهم، ببقى أوسع عليهم دير بالكم هدول أولادي، وقلبي بيبقى عيط عليهم كيف بدي أفارقهم. أنا صحيح كان قلبي عيط على كيف بدي أفارقهم. بس في أولاد لهم معزة خاصة، وكمان أهاليهم محترمين لهم معزة خاصة في قلبي. أنا صحيح ويعني لليوم بنسونيش لا بفراحهم ولا بتخرجهم ولا بمناسبات حلوة، وين ما بيشوفوني يعني أهلا معلمة كيف حالك وبابطون وبوصول، وأنا بنبسط عليهم. ويما بروح أحضر عرس الولد ولا البنت بذكرهم أولادي، أولادي ببقى متباية فيهم ومبسوطة فيهم، كتير مبسوطة عليهم بابا. وبيحترموني حرام، وين ما بروح وين ما باجي بيحترموني حرام، وانا بحبهم كلهم من كل قلب صدق. في اولاد من نظره عينيهم بعرفهم، بس بنسى اساميهم، عينيهم مش غريبين علي، ضحكتهم مش غريبه علي، بس بنساهم مين. 30 سنه بتعرف تعلمت هناك، وصل لي تقريبا كمان شوي 15 14 سنه سايبه المدرسه، مش يعني فتره بعيده يعني. والتهيت بالدين وبالتعرف العباده وشغلة حالي هنا وهنا، بس بتقابل فيهم بقابلهم محلات وكتير يعني بعتز فيهم ان هذول اولادي تلاميذي. انا بقول اذا احنا بدنا نعمل تغيير بيافا، انا على حسب رايي يعني، الولد مسكين مظلوم، الولد التلميذ مظلوم ولا التلميذه. انا بقول التربيه الولد ما تربهاش، بس لازم الاهالي اللي يتربوا. يعني يا ريت يا ريت يا ريت يعملوا محاضرات للاميات وللابيات اللي للتربية، كيف يعلموا أولادهم، كيف يربوا أولادهم، لأنه كتير مهم. لأنه بنت 15 16 سنة 17 سنة 18 سنة يما لو بتتجوز إيش بتعرف بالحياة يما. بس أنا بقول يا ريت تصير محاضرات للشباب وللصبايا، يعلموهم يسووهم يقدموهم، هذا كتير مهم. يعني قبل ما تعلمي الولد علمي الأم والأبو، لأنه الأم والأبو هم اللي بدهم الترباية. هم ليش بقول لك يما بدك تخطب بنت، تروح تخطب بنت تطلع أمها وأبوها قبل. إذا أمها وأبوها محترمين اعرف البنت محترمة ومربية، وإذا أمها وأبوها مشلطين اعرف البنت عمرها ما بتدوم ولا بتستر حالها، لأن ما تربطش يابا، فيش منه هذا. معلمة شريفة أول شيء شكرا لك على هالكلمات. الله يرضى عليك. إن شاء الله أنا بتمنى يما لكل الجيل الجديد هذا، بتمنى له النجاح والتوفيق يا ربي، والله يفتح عليه ويرفع راسنا وين ما يروح ويجي، ويطلع تطلع يافا ويرفع راسها بشبابها وبصباياها يما متعلمين وفهمانين يا ربي، ويهديهم ويهدي بالهم كلهم يما، ويفرحنا في كل الشباب والصبايا اللي بيافا يا ربي، وينجحهم يا ربي. هذا املنا،
املنا احنا بيافا وشباب يافا وبنات يافا ان شاء الله. يلا بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، يعطيك الف عافيه والتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك يما.